السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الأستاذ محمد عائد المصري الكائن في القابون دمشق. اليوم هو الاثنين الموافق 24 أيار لعام 2010، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة، palestinerememberd.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. أسئلة هذه المقابلة أستاذنا الكريم تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والإنسانية لأهالي قريتك قبل النكبة، أما أسئلة القسم الثاني فتهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني البغيض والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. تسمح لنا أستاذنا الكريم نباشر بأسئلة القسم الأول. أهلا وسهلا فيكم ونرحب فيكم وبكل من يريد يأخذ معلومات عن فلسطين حتى تضل للأجيال القادمة من هي فلسطين ومن هي الأراضي الفلسطينية والقرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية. هي حقنا، هي بلدنا، هي كذا. ولو تآمر عن الاستعمار وشتتنا ويعني أعطانا بجميع الشتات وضرنا بجميع العالم، ما خلينا شيء، ما خلونا شيء. باعونا لليهود الإنجليز وكذا، باعونا بأرخص الأثمان. هم كانوا سبب نكبتنا، هم كانوا سبب روحتنا هي الإنجليز. عظيم. طب حاجة تعطينا اسمك الكامل؟ محمد عائد بن إبراهيم المصري. أنا محمد عائد مركب أبي إبراهيم. نعم. والمصري التنين. طيب حجي، مواليد أي عام وين؟ 1932 الطنطورة قضاء حيفا. عظيم. حجي اسم والدك الكامل؟ أبوي إبراهيم عبد الله محمود المصري عليه رحمة الله يا حجي. آمين. واسم والدتك يا حجي؟ والدتي فاطمة محمود أبوهنا أيضا عليها رحمة الله يا حجي. جميعا إن شاء الله. حجي حسب ترحيبك الحار فينا وأهلا وسهلا، كما أنت بتوافق على إجراء كل إنسان يريد معلومات عن فلسطين وعن كرة فلسطين وعن ضياع فلسطين حتى لا تضيع فلسطين. يعني حجي توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك وبخاطرك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تسمح لنا نبثها على موقعنا في فلسطين؟ في معلومات عن فلسطين وعن بلدي لا تتجاوز شيء، هذا أهلا وسهلا فيكم. الله يحييك يا حجي. شو اسم قريتك مرة ثانية يا حجي؟ قريتي هي قرية الطنطورة. طيب لماذا سميت الطنطورة حجي؟ عندك أي معلومات لماذا سميت الطنطورة؟ أعتقد يعني لأجواءها الكويسة، لموقعها الموجود موجود على الساحل البحر المتوسط. نعم. هي يعني من نوع يعني طنطورة أم العطورة كانوا يقولها. هي بلد من أحلى البلاد، يعني من أحلى الضياع الواقع على شط البحر الأبيض المتوسط. طيب حجي، تحت عدد سكان القرية عام النكبة تقريبا يا حجي؟ يعني يتجاوز بين 1500 و2000. نعم. طيب حجي، كنت شاهد عمليات إحصاء من قبل حكومة الانتداب أو المختار مثلا أو المخاتير اللي كانوا في الطنطورة؟ والله كلها كانوا يسجلوا مثلا المواليد وكذا وهي النوعية هاي. أما إحصاء بشكل اللي إحنا نشوفه الأيام هذه ما كان فيه. لا ما كان. من قبل حكومة. يعني أما المواليد وكل شيء بيجيني ولد بهذا بسجله عند المختار والمختار بسجله بالنفوس. وإذا توفى أحد أبناء القرية أيضا يسجل. كمان نفس الشيء. تعطي نعم. الاسم للمختار بالسجلات والمختار يعطي للنفوس. عظيم. إيه؟ طيب حجي، مدينتك تتبع ل. نحن قريتنا تتبع لحيفا. لحيفا. طيب. نحن صفيانين عفوا. تفضل. صفيانين بين حيفا ويافا، ولكن الأقرب هي حيفا، يعني تبعد شيء 30-32 كيلومتر. يافا من فوق 35-36 كيلومتر. طيب حيفا من بأي اتجاه عنكو يا حجي؟ نعم، باتجاه الشمال. أنتو جنوبها؟ إحنا جنوبها. طيب حجي، في إمكانية تعطيني وصف طبوغرافي لقرية الطنطورة، بمعنى يعني تضاريسها و عليش واقع؟ أولا قرية الطنطورة تقع على البحر الأبيض المتوسط. البحر يضرب في البناء تبعها مباشرة. فيها ميناء قديم
يمكن لحقتهم تيجي المراكب الشراعية تاخذ منه البضائع وتاخذ منه من الميناء وتاخذها للبلاد الأخرى. بعدين كان فيها مركز جمرك بالطنطورة، وكان فيها مستودعات يحطوا فيها الغلي والبطيخ والحبوب يعني مثل القمح والشعير والسمسم والحمص يعني وما شابه ذلك كلياته، كانوا يخزنوها بالمستودعات ويصدروها لبرا. هو كان الميناء الوحيد الموجود، فيها عدد من الجزر، عدد من الجزر واقعة غربي البلد، في منها أولا جزيرة المقر، فهذا المقر عبارة عن مي حلوة موجودة بالبحر، يسمى المقر مي حلوة عذبة موجودة بالبحر ودائمة ولا يمسها الملوحة، مهما دامت مهما مد عليها الجذر والهذا بتضل حلوة وبتضل للشرب صالحة، فهي مسمينها المقر عند جزيرة المقر. وبعدها بتيجي جزيرة تسمى جزيرة الفلتية، جزيرة الفلتية، ومن بعدها جزيرة الشدادة، هاي مباشرة غربي الميناء مباشرة، فيها قصر قديم، فيها جزيرة قصر قديم، ولا يزال حتى طلعنا من طلعنا موجود القصر هذا. ومن بعد منها يوجد بواز بسموه لمرور السفن على الميناء، ومن بعد منها جزيرة تسمى جزيرة الحمام، تسمى جزيرة الحمام. وبعد جزيرة الحمام في جزيرة تانية تسمى جزيرة سطيح، هاي واطية على مستوى البحر. جزيرة ايش؟ سطيح، هاي واطية لأنه مسطحة مسمينها سطيح، لأنه نعم. مسطحة تسطيح وما فيها علو، مسطحة تسطيح يعني بالمد ما بتبين، بالجذر لما بيروح البحر لبرا بتبين تمام. من بعد منها في القرقون، هذا القرقون يمكن على زمان تركيا يسمى قرقون، عبارة عن مركز يعني مراقبة أو كذا أو هذا، فهي البلد من هون. بعدين شرقي البلد توجد البيادر، البيادر اللي كنا نحط عليها الأغلال وندرسها ونساويها وكذا، ومن بعد منها في دبات يعني تلال، تلال وكذا، والتلال هاي يعني منتزه ما في أحلى من هيك. ومن بعد منها التل، ونحن عمرنا المدرسة على أحد التلال هاي، من أحسن المواقع الموجودة فيها، بنينا المدرسة بمنطقة صحية، هواها صحي نقية من أبدع ما يكون، والمدرسة على الطراز الحديث بقناطر بغرب بكذا، يعني مصمم تصميم ما في أحلى من هيك. طيب حجي، احنا رح ان شاء الله رح نجيب التفاصيل برضو للمدرسه، اهلا وسهلا، بس بدنا نركز شويه في الجغرافيا والتضاريس. قلت لي انه هناك تلال، مكان السكن حجي كان على الارض الشطيه ولا كان على الارض الشطيه؟ هناك السكن على الارض الشطيه مباشره. طب كم يعني البحر يعني ملاصق للبيوت؟ ملاصق للبيوت، وفي بعض البيوت عاملين عباره عن خماط يعني مشان ما تفوت عليه المي تضرب المي فيه، يعني ملاصقه للبحر، جدر استنادية عاملين يعني حاجة. ايه ايوه جدر استنادية لحتى البحر ما يطف عليها بعض البيوت، وبعض البيوت اللي لجوا ما فيه. طيب حجي، الجزر الموجودة، ست جزر الموجودة، كانت من أملاك أبناء القرية ولا؟ من أملاك القرية، القرية هذول من أبنائها، بنطلع عليها بكل حرية، بنقعد عليها، منتزه عليها كل شيء فيها. تستخدم لأي غرض حجي غير أنها جزيرة يعني؟ الجزر لأغراض كذا، ما يعني شو يعني في زراعة مثلا يعني فيها شيء؟ لا، بالجزر ما في زراعة عليها، نعم، عبارة عن منتزه يطلع الإنسان يطلع عليها وكذا وهذا. طب كيف كنت تصلوا لها حجي؟ نعم، شو الوسيلة اللي كنت تصلوا فيها؟ في عندنا مراكب صغيرة، وفي عندنا سباحة هي، نعم، لا تبعد كثير يعني، في عندنا سباحة وفي عندنا مراكب، نعم، صغيرة نطلع فيها وبنطلع على. طب حجي، هذه جزيرة المكر مثلا كم دونم تقريبا تقدرها حجي؟ يعني في 5 دونمات او اقل او كذا هيك شيء. وهي جزيرة المكر عبارة عن راس، جزيرة عبارة عن راس داخل بالبحر، مكون من الشمال مسبح
مسبح مسبح تمام للسباحة ولكذا، يعني من الطبيعة، الطبيعة عملته مسبح، ومن بعده في برج يسمى البرج، هذا كمان رأس كمان بيجي بالبحر رأس هذولا، وقلهم بالبر بالبر ممر هذول الروس. يعني هي أول جزيرة عندكم جزيرة المقر يعني؟ يعني إحنا بدنا نبدأ من أول البلد جزيرة المقر. نعم. أما في البرج من بعد منها، برج هاي آثار قديمة. نعم. ومطمورة، عبارة عن آثار قديمة ومطمورة هذا البرج. عظيم. يسمى البرج، وهو عبارة عن رأس جاي بالبحر كمان. تبدأ من البرج تيجي لجزيرة المقر. جزيرة المقر هاي كانت يعني نزف العرسان ونقعدهم عليها بوقت العرس وقت كذا، نحطهم هنيك والزفة تكون هنيك والأغاني هنيك، ويكون سباق الخير على شط البحر ويلعبوا الفرسان، وهذا يعني شيء منظر بديل. يا ريت نرجع وتيجي وتشوف شو الطنطورة. الطنطورة من الكرة يعني كلها منتزه، عبارة عن منتزه. بزمانه هذا في واحد يهودي كبير جاي، يعني بيحكونا جدودنا جاي على البلد قد ما شايف فيها الخيرات، قال لهم شلون هاي بتخلوها للعرب؟ وهي انها هاي منتزه، ما في احسن من هيك. طيب الفلاتية بعيدة حجي؟ زيارة الفلاتية بعد زيارة المقر مباشرة، يعني بدك تكون ما في 500 متر 600 متر يعني بين بعضهم. وايضا كبيرة ولا نفس الحجم تقريبا حجي؟ هاي تزير بالبحر، هاي البحر منها من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب من كل النواحي، الشمال يعني من كل النواحي. طيب حجي يعني مو هالكبر هذا، يعني برضو حوالي 5 دونمات اكثر؟ لا اقل يمكن شوية. نعم. طيب وزيرة الشدادة حجي؟ الشدادة هاي زيارة الشدادة قلنا لك موجود فيها قصر، كانت تستعمل للمراقبة الظاهر أو كذا بالقديم، يعني مراقبة السفن مراقبة كذا، وفيها قصر كان متقن يعني. والثاني هاي عالية، أيوة يعني الثاني تشابه زيارة الفلاتية تقريبا يعني قد بعضها. طيب حجي هذه الجزر بشكل عام المي ما كانت تصل أعلاها يا حبيبي؟ لا أعلاها لا ما تصل، مهما طال ما تصل، بعض طفات مي بجوز، أما تطمرها أو كذا لا ما في، ما تطمرها. فهي صايرة مثل تقول درع للبلد، شايف؟ نعم. درع للبلد تمنع وصول المي للبلد بكثرة. سبحان يعني الله. يعني هي عبارة عن درع للبلد، تمنع وصول المي عن البلد مهما كبر البحر ومهما صار فيه، يعني بتضل خفيفة إذا إجا مي على البلد، خفيفة جدا يعني تمنع، ما عبارة عن حصن. عظيم. حصن يعني تمنع المي عن البلد. طيب حجي جزيرة الحمام. نعم. جزيرة عالية ومسمينها جزيرة الحمام، فيها مغر، فيها مغر هاي كبيرة معها، والحمام يعشش فيها، كان يعني تعشش الحمام، وهي يعني أبعد جزيرة عن البلد لجوا، شايف؟ هاي بالجنوب، يعني بالجنوب من البلد، جنوب غرب البلد هاي، وهي يعني مسمينا جزيرة الحمام قد ما يربى فيها الحمام، تاركينه. نعم. يطلع يرعى على البيادر، يرعى بالسهل، يرعى هون، لأنه عندنا غلال كثيرة وأراضي مليانة للطير لكذا، الخير كله موجود، يعني عندنا أراضي الحمد لله. طيب حجي جزيرة سطيح اللي هي يعني سطيح، هاي جزيرة سطيح يعني مسطحة تسطيح، دائما البحر غامرها إلا بالجذر، لما نعم. البحر بالجذر بتبين. طيب وجزيرة الكراكون؟ الكراكون هي عبارة عن رأس كمان مثل جزيرة الفلاتية، عبارة عن رأس داخل في البحر وبالبر. أيوة. طب حجي هذه الأراضي اللي موجودة في هذه الجزر كانت يعني مملوكة بقواشين ولا كانت عامة للناس؟ والله عامة للناس هاي. نعم. هاي عامة للناس مو لأحد. طيب كان بنبت عليها أعشاب معينة مثلا أزهار ورود؟ زنبق كذا كان ينبت على بعض منها، في زنبق وكذا كان ينبت فيه. نعم. في عشب أو نجيل حجي يعني كان يطلع مثلا على هذه الجزر؟ عشب قليل.
نعم. أما ورود تطلع، الزنبق كذا يطلع، ولو يعني في من يزرعها بتنزرع يعني، خاصة زيت الشدادي يعني. نعم. معقولة. طيب حجي، بس هذول كانوا يعني زينة البلد، زينة الكذا، يعني مخلينهم هيك للزينة لكذا، هذا نعم الزائر الكذا يجي يتفرج، عشان النفس ترتاح، ترتاح النفس، يرحم والديك، ترتاح النفس، ترتاح هذا، ما في احلى من هيك. هلا لما كنت تروح مثلا على جزيرة المقر، من الصخر، من الصخر في مقاعد، مقاعد مقاعد من الصخر، نحط العريس عليها هنيك وكذا على المقاعد، كأنه محطوطة خصوصا للأرسام لكذا، نحط العريس هنيك، ضلوا الشباب عنده ويروحوا يعملوا الزفة ويعملوا هذا ويعملوا سباق خيل على شط البحر وكذا، يعني بكل معنى الكلمة. الجزر هذا هم زينة البلد من الغرب، كلها زينة حجي بلدكم. إيه. والله كلها زينة. طيب حجي، التلال كانت تلال صخرية ولا تلال ترابية؟ لا تلال صخرية، ولكن من بعد منها أراضي ترابية، ما في أحلى من هيك يعني. إلكم برضو بعد التلال؟ لا، نعم إن حجي أرض البلد واسعة، واسعة جدا جدا، يعني الأرض الزراعية اللي عندنا واسعة جدا، كنا نزرع فيها البطيخ، السمسم، العدس، الحمص. طيب. من جميع أنواع الزراعات فيها، حتى التفاح كان من أحلى ما يكون، بيائير التفاح اللي كانت تزرع، عدة بيارات كان فيها من تفاح. رح نسألك عنها إن شاء الله. تفضل. طيب حجي، أول شيء البحر والجزر، بعدين تيجي الشط والبيوت، بعد هيك بيجي حجي البيادر، بيادر نعم. القرية. ايه. بعدين التلال، بعدين في التلال، في بعض البساتين قبل التلال بعد البيادر. نعم. في بعض البساتين فيها صبارة، فيها تين، فيها بلح يعني النخل. طيب حجي. ايه. بعدها التلال الصخرية. ايه. وبعد التلال برضو كمان أراضيكو سهل. أرض سهل. طيب حجي، يعني ألوان كان يمرق كمان من وسط التلال، من قرب البلد، سكة الحديد المرتبطة بين حيفا واسكندرية. نعم. بمصر كان خط الحديد يمرق من عنا. طيب حجي، لون التربة في طنطورة هل هو لون واحد ولا مختلف يا حجي؟ حسب اللون. نعم. يعني 90% لون واحد. شو اللون حجي؟ تربة مثل القهوية، يعني مثل القهوة، يعني بنية. بنية يعني، بعدين كتير ناعمة يعني، منيحة خرج. نعم. الزراعة. وبالصيف، بالصيف بالصيف بعد الحصيدة وبعد كذا، بتلاقي الأرض سلعت، يعني شو سلعت؟ عملت شكوك. شكوك بهالأرض، وهذا قد ما أنا خصبة هاي يعني، كانوا يسموها إنه أرض خصبة هاي، لما تنزل المطر كل هالمطر بنزل وين؟ في الأرض، بالأرض، بتخوم الأرض فيها وبتضل فيها موجودة. وهذا كنا مثلا في نبتة كانوا يقولوا لها الإنجيل، هاي إذا لحقناها لتحت يمكن شيء 10 أمتار تساوي ولها شرش المي تحت. بعدين المي قريبة عنا، وين ما حفرت في مي. عظيم يا حجي. وين ما حفرت المي موجودة. حجي، حتى الجزر لونه بني، لون الأرض، لون التراب، نفس اللون، نفس اللون تقريبا. طيب حجي، إذا سألناك عن المناخ، كيف كان مناخ القرية؟ ما في أحلى من هيك جو، جو يعني ما ناقصه شيء. بالصيف حجي ما في رطوبة؟ بالصيف موجودة رطوبة، وين ما كان رطوبة البحر موجودة، ولكن يعني رأسا كنا ننزل على البحر، ننزل ما نشعر يعني بشيء يعني اسمه شوب زايد أو كذا أو هذا موجود عنا. طيب حجي، يعني التلال مرتفعة عن سطح البحر؟ في تل من التلال مرتفعة اللي عليها المدرسة، مرتفعات. طيب يعني انتو مو مرتفعات يعني بالمعنى مرتفعات، مرتفعات. نعم، مرتفعة عن البحر بس. أيوة. مش نعم. طيب يعني كان طقسها مختلف عن مثلا تحت، عن البلد مثلا، عن طبيعة الجو، كل ما ارتفعت بيكون الجو والهواء أنقى وأحسن، أرطب. نعم. أرطب، لأنه نحن بهذاك الوقت ما كان عندنا الجو كله، ما في ترويث، الجو موجود من أحسن ما يكون، جو تطلع الصبح تشم ريحة الليمون، زهر الليمون، تشم ريحة المريمية، الشومر، تشم ريحته الصبح بكير، كله هذا تشمه من أبدع ما يكون يعني.
طيب يا حجي، كان في حواليك أودية وديان؟ أن كان في نهر بيقولوا له نهر البلد، ومن بعد منه في نهر الزرقاء، هذا نهر قوي كمان. طيب حدثنا عن هذا الأنهر حجي، نهر عادي يعني، نهر دائم الجريان يعني؟ نهر البلد هذا دائم الجريان، ونهر الزرقاء دائم الجريان. نعم. بصب البحر الأبيض المتوسط، وهذول من بجنوب البلد يعني. نعم. بجنوب البلد. بعدين في أنابيع. لا بدي بس الأنهر يا حجي. هذول النهرين الموجودين عندنا. طيب حجي النهر هذا كم يعني عمقه، كم عرضه، كم منسوب المياه فيه؟ هذا نهر البلد كان عبارة عن يعني بدك تقول بحيرة وفي طالع جنب القصب والكذا وهذا، وكانوا يروحوا صيادة السمك يصطادوا منه سمك، موجود فيه سمك وموجود فيه كذا، وهالبحيرة هاي إلها ينابيع تيجي من بريت النهر، والأنابيع تصب فيه وهو يصب وين؟ بالبحر. طب حجي بداية هذا النهر في البلد ونهايته وين؟ نهايته بالبحر، بدايته بشرقي البلد. نعم. بشرقي البلد ويبعد عن البلد بدك تقول يمكن 5 كيلومتر أو كذا. 5 كيلو. إيه هيك شيء يعني، أو أقل شوي. كان بمر بقرى أخرى حجي ولا؟ لا هذا بمر بنزل على البحر، بس نحن مستفيدين من البحيرة منه، من مرران وبالأراضي تبعنا اللي منه الشرق. طب كم عمقه تقريبا أو تقدر حجي يعني؟ مدام في صيد سمك معناته ممكن يكون عميق. إيه عميق إيه يعني. بدي أقدر لك يعني شيء 2-3 متر يعني. نعم. وعرض البحيرة هاي حجي؟ عرضها والله فيه بيجي يمكن 20-30 متر 40 متر أو كذا. إيه. طيب ومية هذا النهر تشرب يا حجي ولا؟ كنا نشرب منها وكنا نسقي الدواب. نعم. يعني يوردوا الدواب الطرش البقر الغنم الكذا يوردوا لهنيك يشرب ويقيل هنيك. المية يعني غير راكدة يا حجي. نعم. المية ماشية مش ماشي؟ لا ماشي المية. ما في ركود فيها. ماشي. طيب كل اسم النهر نهر البلد يا حجي؟ هذا النهر اسمه نهر البلد، والنهر الثاني اسمه نهر الزرقاء. بعيد عنكم نهر الزرقاء حجي؟ كمان يبعد عن النهر البلد يمكن كمان شيء 3 كيلو أو أقل شوية هيك. بمر قريب من القرية حجي؟ بعيد 3 كيلو عن القرية؟ لا أبعد. أبعد. طب هذا النهر من وين جاي وين بروح يا حجي؟ هذا بيجي من شرق البلد وبصب بالبحر. له أنابيع بالصخر وله أنابيع كذا وبصب بالبحر. تستفيدوا منه كمياه لشرب الدواب؟ مياه بالنسبة إن الزرقاء بعيد عنا، أما نهر البلد نستفيد منه لسقي الطرش الدواب الكذا هذا موجود. طب نهر الزرقاء أكبر من نهر البلد حجي؟ أقوى. طيب. أقوى بجريان وبكذا أقوى وأعمق. طيب كان أيضا يصاد منه السمك في نهر الزرقاء حجي؟ يصطاد فيه سمك. نعم. يصطاد فيه وكذا، وكانوا حاطين يعني ناس عنده ساكنين يسمى منطقة الغوارني. منطقة هنا كانوا حاطين على النهر ساكنين بجنبه، وأعتقد ضلوا هذول الجماعة. إيه وما طلعوا ضلوا هنا. إيه. طيب حجي ما في أودية شتوية كانت يعني جرائم؟ عندنا وادي المزرعة. وادي المزرعة يسمى وادي المزرعة. نعم. هذا واد شتوي. نعم. هذا كان المية الفايضة اللي بتطير عن البحر عن الأرض يعني فايضة عن سقاية الأرض وكذا تنزل فيه وحافرينها نحن ومنزلين على البحر، يعني حافرينها نحن أهل البلد. يعني مش هي جاية يعني بناء على طبيعة يعني؟ لا نحن صار طبيعي يعني. نعم. الأجيال اللي بدها تيجي هذا بتلاقيه طبيعي يعني، نحن جينا لقيناه طبيعي. وفي كمان وادي كمان تحت التلال اللي قلت لك عليها، في وادي كمان نحن عاملينه كمان، هالمي الفايضة هالمي هذا تنزل فيها تنزل على البحر. يعني خوف ما تغرق من المي الزرع أو كذا، وهذا كانوا عاملين هالوديان لحتى تسحب هالمي الزايدة. طب حجي هذه الأودية أو النهر نهر البلد أو نهر الزرقاء كان عليه جسور حجي؟ والله جسور عبارة عن جسور خشب. يعني قطع هذا فقط يعني جسور خشب. يعني بتعرف القديم كلها كانت
نعم. عندي سور خشب يعني حاطين وين بدنا وين بيطلعوا العالم، بحطوا جسر بيطلعوا العالم بيروحوا بيجوا. حجي لما كان يجي مطر في الشتاء كان يجيكم مطر كثير في المنطقة؟ كان يجينا مطر غزير جدا، يعني مطر ممتاز ممتاز غزير غزير، يعني تعرف الساحل دائما مطره غير عن الأمطار الأخرى. نعم. يعني مطر غزير. ليش الوديان احنا عملناها؟ من غزارة المطر أيوة، حتى ما تخرب الأرض وما يخرب الزرع. نخفف عن الزرع عن هذا المي اللي بتموت شرش الزرع أو كذا، نخفف عنه بهالوديان هاي. طيب حجي، إذا بدنا نعرف حدود القرية من الجهات الأربعة، وكم كيلو بعيد عنكم هذه القرى المحيطة فيكم، تقدر حجي تعطينا؟ من الشمال، من الشمال قرية الكفر، كفرلان. كفرلان أيوة. كم كيلو عنكم حجي؟ يعني ما في يمكن 5 كيلومتر. برضو هي على البحر يا حجي؟ لا، جاي على مرتفع تلي. نعم. احنا على البحر مباشرة. نعم. مباشرة هي جاي على تلي، ولكن مشرفة تشرف على البحر، بس ما عندها يعني شط أو كذا جاء. نعم. جبلي أيوة. طيب وغيره حجي؟ بعدين من الجنوب قرية القسارية، هاي قسارية قرية أثرية وقديمة وكذا. كم كيلو بعيد عنكم قسارية حجي؟ قسارية يمكن فيه 5 كيلومتر أو أكثر شوي. إيه. نعم. هاي للجنوب. نعم. هاي من الجنوب. برضو على البحر حجي؟ برضو على البحر. عنا يعني عنا من الشرق. من الشرق ضياء، في عندك الفراديس. كم كيلو عن الفراديس؟ 3 كيلومتر. نعم. في عنا جبل الكرمل جاي على امتداد من حيفا لعند أراضينا. جبل الكرمل من شرق أراضينا، من شرق البلد، وإن في أراضي بجبل الكرمل كلام، يعني إن ملك والملك لله، إن فيها أراضي عظيمة، إن فيها أراضي وكنا عم نزرعها ونستثمرها وكل شيء بهالجبل. كمان كنا مسمينها دبة الطوس، أم الطوس، نقول لها أم الطوس. أيوة. هاي بشرقية الجبل هذا، هو امتداد لجبل الكرمل. بعدين على صفحته للشمال عين غزال، إكزم، جبع، هذول كلها كرة موجودة حوالينا. بعيد عنكم عين غزال حجي؟ يعني في 5-6 كيلومتر بيننا وبينهم. ايوه. بتوقع على صفحة الجبل. ايه. وتحتها في جبع واجزم من فوق، يعني هذول الثلاث كرة عبارة عن منطقة واحدة. طيب حجي غربا؟ الغرب البحر، الجزر والبحر على امتداد البحر الأبيض المتوسط. الحمد لله. هذا عندنا. الجزر الموجودة وكذا. اشرب شاي حجي. إيه. اشرب. إيه. تقدر تشرب شاي حجي. بعدين من الشمال بعد كفرلان في قرية صرفند. 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 وفي عتليت. في عتليت. ومن بعد عتليت في العزيزية. بعد العزيزية حيفا. هاي امتداد البحر. إيه. طيب حجي، بدي أسألك عن المستعمرات اللي كانت قريبة من قريبة. أقرب مستعمرة علينا كانت زخرون يعقوب، بنسميها زمرين. زمرين. أيوة. نعم. هي لها اسم ثاني زخرون يعقوب. هي زخرون يعقوب، هذول اللي يهود بيقولوا لها. أنت تحكوا لها زمرين يعني. هي اسمها زمرين. كم بعيدة عنكم حجي هاي زمرين؟ بين 10 كيلومتر أو 8 كيلومتر. واقع على الجبل. عظيم. في مستعمرات أخرى حجي غير زمرين؟ هذول أقرب شيء علينا، ما في أقرب منها. من زمرين. إيه. عظيم. في من بعد من أشفية بيقولوا له، وفي بنيامين، بس بعاد عنا يعني. نعم. إيه. طيب حجي، حضرتك شفت الزمرين دخلتها؟ إيه، بعيدها أنا. طيب حجي، سكان هذه المستعمرة أشكالهم هل أشكال شرقية من أشكال؟ أولاد عرب. أولاد عرب. يعني مثل دام مثل أولاد عرب. وفي أهل الفراديس كلهم بيشتغلوا عندهم وبيشتغلوا كذا. بيفتحوا أراضيهم، في شغل يعني اندماج من بعض العرب
عرب عرب يعني. العلاقات بينك وبينهم عمي كانت يعني؟ كانت كويسة من أحلى ما يكون بالأول. نعم. كانوا ينزلوا يسبحوا عنا، يجوا على المسبح عنا على البحر، يجوا عنا بالصيف يجوا يسبحوا كذا ويروحوا كذا. إيه؟ وانت كنت تروحوا لعندهم يا حاج برضه؟ نحن نروح يعني الطبيعية. طيب في داس مثلا. نعم. تروح تبيع مثلا مثل ببيع بنسميه حضارة وكذا على الدواء، بيروح يبيع أشياء يعني مثل سمك مثل كذا مثل هذا. طيب حجي، العلاقة الاجتماعية بالمعنى أنت حكيت عن علاقة تجارية أو عن علاقة يعني في روح وجاي، هل مثلا بالأفراح بالأتراح حجي كان في بينك وبينهم؟ لا. أفراحهم وأتراحهم وأفراحك وأتراح كل واحد؟ لا. يعني المناسبات الدينية المناسبات الاجتماعية حجي ما في مشاركة؟ طيب حجي، تتذكر شو اسم مختار زماري؟ والله بعرف بارك الله يعني. تتذكر اسماء من هؤلاء اليهود اللي كانوا ساكنين في زمارين؟ في كان جماعة، في واحد كان يقولون موسى الطنطوري على اسم البلد. نعم. كان له بيت ورايح يعني بالبلد مسمينه موسى الطنطوري. هذا يعني ما بعرف حدا هذا. أنا يعني بتعرف نحن علاقاتنا قليلة يعني مع اليهود أو كذا هذا. طب حجي، شو كانت أشغالهم وأعمالهم في الزمارين؟ طبيعي في عندهم أراضي، بيفلحوا الأراضي وبيير وكذا وهذا. نعم. هاي. وكان عندهم سوق أو دكاكين حجي؟ عندهم أسواق وعندهم كل شيء. طيب. وعندهم أطباء وعندهم كذا، حتى إذا كان عنا مريض كان يجي شو اسمه؟ يتعالج عندهم. شو أسماء الأطباء؟ تتذكر أسماء حدا منهم حجي؟ في ربابرت. نعم. دكتور. نعم. في واحد تاني والله ما بتذكر اسمه. هذول الاثنين كانوا ينزلوا على البلد يحكموا بالبلد، يعني إذا احتجتهم أو كذا أو هذا ينزلوا، أو أنت تاخذ مثلا تروح لعندهم ابنك كذا يحكموا، أو نروح على حيفا. عظيم. طيب حجي، هل كانت زمارين مخدومة بالكهرباء بالمي؟ كل شيء مخدمي طبيعي، الإنجليزي عم يخدمنا بكل شيء. زيك وزي ما خدم عليكم يا حجي. نحن ما خدمنا شيء، نحن خدمنا أنفسنا. عظيم. نحن احنا المي عندنا من الثلاثينات موجودة بالبيوت. الحمد لله. عندنا بير اسمه بير الشفاء. طيب رح نجي له ميتكم، رح نجي لها، بس بدنا مية اليهود. إيه؟ المية كانت واصلة لبيوتهم يا حجي. طبيعي. والكهرباء ايضا. الكهرباء موجودة. وشوارعهم مضاءة. كل شيء، وعامل لهم حراسية، أنا عامل لهم إياها من تاريخ ما هذا موجودة عندهم. طيب حجي، شوارعهم أيضا كانت مزفلتة. كانت مزفلتة. داخل البلد وشوارع وكل شيء. طيب بيوتهم عمي كانت من إيش مبنية؟ مبنية من الحجر والكرميد، من مثل فيلات، كسم فيلات تمام. حج، عندك معلومات تقريبية عن عدد سكان هذا المستعمرة؟ والله بالضبط تقدير هيك بالزبط. كم بتقدرهم يعني؟ ما بتتجاوز 3-4000 من سنة. وهي من كبرى المستعمرات. المستعمرات بهذيك. طيب حجي، بدنا ننتقل لموضوع آخر، وبدنا نحكي عن وسائل النقل اللي كانوا يستخدموها أبناء طنطورة باتجاه القرى المجاورة، باتجاه المدن أيضا القريبة. والله نحن بالنسبة للتنقل عنا كان يجي باص من عنا لحيفا، بعدين نحن اشتركنا أهل البلد، اشترينا 3 تاكسيات كمان، وهي التنقل عنا كان متوفر يعني. نحن أهل البلد كنا نخدم بلدنا بأيدينا يعني. طيب الباص حجي لمين هذا اللي كان يجي من حيفا؟ باص كمان لجماعة بس مو من البلد، من حيفا. شو اسمه لمين أصحابه؟ شو اسمه؟ لبيت الخالدي. بيت الخالدي. لبيت الخالدي كان ماخدين خط، الخط كله بين حيفا ويافا، ومركزين على الضياء، يجي للطنطورة، لجبع، لعين غزال، لقزم، للفراديس. طيب هذا الباص اللي بيجي لعندكم عمي بيجي بشكل يعني دائم ولا مره مرتين في اليوم؟ والله كان بالاول مرتين، شايف مرتين، بس لما جبنا نحن ما بتكفينا مرتين،
اضطرينا اشترينا تاكسيات على حسابنا نروح ونيجي اذا انت ما بدنا. طيب الثلاث تكاسي عمي جمعيه يعني؟ جمعيه للبلد. للبلد. طب كل ابناء البلد شاركوا ولا؟ يا 90% كله. أيوة. احنا ما في حدا يقول لك لا. الحمد لله. نحن يدي واحده واخوه واحده ومصاهره واحده ويعني اذا بدك شفت الشبك شلون؟ مثل الشبك. ما بتنفك عن بعضه. ما بنفك عن بعضه. طيب حجي التكاسي تتذكر مين كان يسوق هاي التكاسي يا حجي؟ والله من عنا السواقين من عنا. مين هم يا حجي؟ في تاكسي من هون محمد الملاح، تاكسي من هون ابو سمير سلام، عارف سلام عفوا، عارف سلام، وفي تاكسي ثاني يحيى العبود. ثلاث تكاسي. والباص اللي كان يسوقه كمان من عندنا من البلد. شو اسمه يا حجي؟ اسمه ابراهيم العمر. تتذكر شو نوع الباص حجي اللي كان يشتغل على الخط؟ اولا اول ما اجى الباص ملون بخطوط حمراء وصفراء وبيضاء، يعني باص متقن تمام. طيب ما تتذكر نوعه؟ لا والله. طب كم راكب عمي هذا الباص كان؟ يمكن بدك تاكل 25 23 راكب. والتكاسي عمي كم كانت تاخذ؟ تكاسي عادية. التكاسي سبعة ولا خمسة مثلا؟ عندنا تاكسي كان كبير ياخذ بحدود السبعة وكذا، والتاكسيين الباقيات مثل التكاسي الموجودة هلا. طب في حدا امتلك تاكسي خاص حجي؟ تكاسي والله اعتقد لا، اما الشحن في. طيب الشحن حجي مين امتلك شحن؟ في محمد ابو هنا يعني بيكون خالي، وفي سليمان الدسوقي، وفي سليم ابو شكر. سليم ابو شكر. ايوه هذول شاحنات كبيره كانوا من شان يوردوا الغلال البطيخ الكذا يوردوها لبرا يعني. ما نحتاج حدا من برا يعني، فقط ثلاث تركات. هذول اللي بعرفهم انا ثلاث. هم كانوا يسوقوا على التركات هذه حجي؟ اللي كان يسوق مثل خالي هو. نعم. والثانيين كانوا حاطين شفرية من نفس البلد يعني. طيب حجي كان الغرض منهم فقط لاغراض نقل البضاعه. بضاعه انا وكذا وهذا عشان ما نحتاج من برا او كذا وهذا، يعني نحن موفرين لبعض لبلدنا من بعضنا بكل شيء. طيب بتتذكر ايضا حجي شو نوع هذه التركات؟ دوج مثلا، شفرليه؟ والله يمكن شفرليه كان، كانوا يمكن كلهم مثل بعضهم. نعم شفرليه او هيك شغله. طب حجي يعني حجم هذه السيارات بيحتاج لمحطة وقود، كان في عندكم محطة للوقود يا حجي ولا من؟ لا من حيفا يعبوا. بيعبوا من حيفا؟ من حيفا. طيب بتعتقد ايضا كانوا يعني يمونوا نفسهم بالوقود عبر جركن او شغله زي هيك حجي؟ يعني يامنوا ال نعم. ايه كان يامنوا طبيعي. طيب حجي شو وسائل اخرى استخدمتوها؟ يعني هل كان عندكم بسكليتات مثلا؟ نعم بسكليتات. بسكليتات في قليله كانت. نعم. اما عربيات موجوده. عربيات خيل؟ عربيات خيل. نعم جوز خيل وعرباية عادية يعني. طيب هذه العربيات كانت كثيرة ولا شوية يا حج؟ كبيرة، كنا نشحن نجيب الغلال من السهل ونجيبها على البيادر في العربيات. العربيات هاي والعرباية هاي جوز خيل يسحبوها جوز خيل. طيب يعني في عدد كبير من هذه العربيات في القرية؟ كل فلاح إجمالا عنده. كل فلاح؟ كل فلاح إجمالا يعني. نعم عنده. طيب بسكليتات عمي ما استخدمته؟ في. نعم في كان بس قليل يعني بنعده على أصابع. طيب استخدمتوا حجي الدراجات النارية أو في حدا استخدم دراجة نارية في القرية؟ والله اللي هو متر سكل يعني. بعرف. نعم كنا نقول له تصدص تصدص. ما كان في هاي للضحكة يعني. على راسي سامين سامين بدنا نضحك لازم ولازم ننتصر عليهم بالضحك. كان ينزلوا الإنجليز فيهم. نعم. شط البحر يجوا يسبحوا وكذا وهذا يجوا شو نقول له؟ ما هو طرطر نقول له أجب تصدص. نعم. أنا الموتور سيجل. طيب حجي استخدمتوا أيضا الدواب والحيوانات بشكل عام؟ موجودة. مثل شو استخدمتوا حجي؟ الخيل. الخيل
هاي كلها للإحرافي والدراسي والكل الخير. يعني اللي كنا مستعملين الخير ومستعملين يعني الإحرافي كل طراز تقريبا الحديث اللي كان بهذاك الوقت. أيوة يحرف هذا يعني قبل المحراث اللي كان يمسكه بإيده وراء البقر أو وراء كذا، هذا وراء الخيل يقولوا له بيسك. نعم. هذا بيسحبوا الخيل ويبقى السكك نازل إلى الأرض. نعم. مثل يعني التراكتور وكذا وهذا. طيب حاجة. بعدين احنا قلنا الخيل والبغال والحمير أجلك. أيوة. الله والجمال استخدمتوها حجي؟ الجمال كانت موجودة عندنا، كانوا يجيبوا برضو فيها القش القمح والكذا ويجيبوها على البيادر، وكانوا يجيبوا من المحاجر، عندنا محاجر نحن بلدنا كلها من الحجر يعني معمرة من الحجر. نعم. يجيبوا الحجر يحملوا على الجمال ويجيبوا، مثلا بدك انت حجار، الحجار الموجود بهذا بدك 100 ينقل لك اياها على الجمال او بالعربيات. طيب والزفزف يا حجي؟ الزفزف موجود على قريب من شط البحر، ما بحتاج الى جمال يعني. ما بحتاج هذا. بس كانوا في ناس يجوا ياخذوا زفزف من البحر من شط ال، والله كانوا يجوا بس قليل. نعم. بس عندنا كمان تل بسموه تل الزلف. هذا المركز هذا ما بيطلع من البحر بين مركز الزلف بغير منطقه له، وتلال تل ما بيخلص يعني تل، شو اسمه تل يعني تلال. نعم. هذا كله شو زلف اللي هو يعني صدف يعني. نعم. صغير كبير كذا، هذا عبارة عن صدف يعني. كان يستفاد منه هذا بشيء معين حاجة؟ كان بالأخير صاروا يصدروا يأخذوا زمرين يطحنوا أعلاف لشو اسمه للصيصان، صاروا يستعملوا علف للصيصان لأنه هذا موجود من البحر هذا. يعني إيش من الكائنات الحية اللي في البحر؟ الكائنات الحية يعني صدف كان يعيش فيها الكيان يستغنى عنها تطلع بس بهالمنطقة هاي. طيب حجي، اليهود كان عندهم باصات وسيارات؟ طبيعي عندهم. شو عندهم يا حجي؟ عندهم شركة إيجد. شركة إيجد هاي أقوى شركة كانت بين حيفا ويافا، هاي توصل لحيفا من حيفا ويافا، هاي شركة إيجد. طيب كنتوا تستخدموا باصاتهم حجي؟ نحن إذا اضطرينا يعني انقطعت انت بحيفا هضلك دائمات ليلة النهار يعني، شركة كبيرة. نعم. بعدين في كان عندنا شركة كمان وطنية من حيفا ليافا كمان، يعني إذا اضطريت أي جهتين بتطلع وبتنزل بأول البلد وبتنزل على البلد. طيب حجي، شركة إيجد السواقين بيكونوا يهود ولا عرب؟ طبيعي يهود. يهود إجمالا أنا اللي كنت أعرف. طيب مين كان يعني تحس أنه يعني كمقارنة بين الشركة الوطنية والشركة الوطنية لمين يا حجي هي؟ والله شركة شركة الأشخاص يعني. طيب يعني كنت تحس مين أنظم يا حجي، مين أحدث، مين يعني متطور أكثر؟ والله الجهتين يعني، الشركة الوطنية محدثة وكويسة، فالنظام يعني خلينا نحكي الصراحة النظام هنا كان عند اليهود. معلش حجي ما نحكي، احنا سألنا عن كل شيء ونسأل عن كل شيء لأنه الله متوفر لهم كل شيء من الإنجليز. أنت ما بتقدر تشتغل شغلي إلا إذا وافقوا لك أمي، يعني بدك تحسن شيء إذا ما وافقوا لك ما بتقدر تحسن شيء. طيب حجي، يعني كنت تستخدم الشركة الوطنية وشركة إيجد يا حجي؟ يعني إذا اضطرينا. نعم. هاي وقت الاضطرار، لأنه نحن بالنسبة إنا نحن كنا مخدمين نفس بلدنا بنفسنا. عظيمة. طيب حجي، استخدمتوا وسائل النقل البحرية؟ موجودة كانت تستخدم عنا مينا عنا. نعم. مستخدم يعني حتى أيامك حجي كانت في بدنا في بواخر. أنا لحقت كلها يعني شراعية. شراعية أنا لحقت، كانت تيجي كنت ولد صغير يعني، يجي شو اسمه كنا نسميه قيق، يجوا على المينا ويحملوا بطيخ ويحملوا سمسم ويحملوا عدس ويصدروا للبلاد الثانية، وكله لحساب التجار كان لا موجود. بعدين عنا نحن فلايك كثيرة لصيد السمك، كان عنا يجتمع مثل الأيام هاي، مثل نيسان وأيار وحزيران، هاي كانت الطنطورة مركز لصيد الأسماك من غزة من رفح بدك تقول للنقورة
وين في صيادين سمك يجوا بهالموسمات، بهالثلاث اشهر يضلوا عنا موسم موجود لصيد الاسماك من جميعه وخاصه السردين. يعني بشبه هذا مع المغرب لما يسرحوا، بنقول سرحوا منشان يصطادوا، تلاقي هالفلايك كانه بالبحر طيور بيضاء من الفلايك، من القلوع اللي للفلايك هاي القلع وكذا، كانه حمام ابيض وكذا معبي البحر وطالعين ويركبوا لوكسات. اللوكسات بهذاك الوقت يركبوها ويضوها، كل فلوكه فيها لوكس، ويطلعوا وقت الصيد ويضوا هاللوكسات. حج الفلايك لكم؟ اي لا، لابناء قريه الطنطوره. طيب والقوارب الشراعية حجي ملكه ولا كانت ملك ناس آخرين؟ لا ناس آخرين طوال يجوا. طيب أنتم في حدا منكم تلك قوارب شراعية؟ شراعية لا، ما امتلك كل الفلوكات للصيد. طيب حجي الفلايك وين كانت تصنع؟ أنتم كنتوا تصنعوها مثلا ولا؟ والله يمكن كانوا يجيبوها من يافا. من يافا؟ من يافا. وأيضا عربيات الخيل من يافا يا حجي؟ العربيات كنا نصنعها نحن، العربيات والكذا، حتى العجال حجي الدواليب كانوا يصنعوا، الحدادين والكذا وهذولا ايه كانوا يصنعوا. طيب حجي مركز الجمرك ضلوا موجود حتى ايامك؟ كان موجود. لا انا قصدي كان فاعل ولا لا؟ خلص انتهى، كان منتهي. نعم لما صارت ميناء حيفا انتهى كل شيء عندنا. بالنسبه للميناء صارت ميناء حيفا، صار عندنا عبارة عن ميناء عادي. انت لحقت الجمرك حجي هو شغال؟ لا بس مركز الجمرك موجود. مركزه بعرفه. ايه. طيب حجي بعد بعرف المستودعات اللي كان يحطوا فيها الاغلال وكذا. بعد اذن حضرتك بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديثنا ان شاء الله.